يشارك وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 12 إلى 14 بسبتمبر الجاري في جمهورية أرمينيا. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأرمينية يريفان سعادة السيد عبد الله الرميحي، عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك في المؤتمر. رحب بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. ما أهمية مشاركة وفد الشعب في هذا المؤتمر الدولي المعني بالشباب؟ طبعا مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر البرلمانيين الشباب طبعا لها أهمية جدا كبيرة. طبعا وهدف المشاركة احنا ننقل تجربة مملكة البحرين في عدة مجالات، وطبعا المحور الحالي المعروض أو اللي احنا حاضرين حاليا يتعلق في التعليم والأهداف التنمية المستدامة وفرص التدريب. لذلك احنا ننقل تجربة مملكة البحرين بدورنا وتطور في التعليم والفرص اللي تقدمها في تدريب البحرين. واحنا طبعا كسلطة تشريعية دورنا مملكة البحرين ان ننقل خبرات من دول ونتعلم خبرات من دول أخرى في معالجة الأمور، ومن حيث ان نتطور كلنا مع بعض. وهذه البرلمانات طبعا هي تكمن في أهميتها في التعرف على الدول الصديقة وتوطيد العلاقات ما بين البرلمانيين الشباب في هذا المنتدى، وإن شاء الله احنا نكون نمثل مملكة البحرين أفضل تمثيل. نعم، من العاصمة الأرمينية يريفان سعادة السيد عبد الله الرميحي، عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك في المؤتمر، شكرا جزيلا لك.